صلاة على حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا مشاهدينا الكرام، أديت صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح على الجثمان الطاهر، وشعوبنا حريصا على لم شمل الأسرة الخليجية الواحدة ناشدا استقرارها. إلى جنات الخلد يا أمير الإنسانية، يا عميد الدبلوماسية، يا حكيم العرب، إلى جنات الخلد يا ربان سفينة الكويت في الأمواج العاتية، يا ابتسامة الكويت المشرقة. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإن على فراقك يا أبا ناصر لمحزونون.